استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه في قصر الصغير هذا اليوم الشيخ ناصر الشيخ أحمد العصفور وكيل محكمة التمييز الشرعية وقد رحب جلالة الملك المفدى بالشيخ ناصر العصفور مقدرا جهوده القيمة ومثمنا ايده الله دور علماء الدين الافاضل في خدمه قضايا الاسلام والمسلمين والتوعيه بالموعظه الحسنه والكلمه الطيبه البناء والدعوه الى التسامح والمحبه بما يعزز اواصر الاخوه والتكافل بين الجميع